بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مرة أخرى مع دروسنا الأدبية، ونتناول اليوم شاعرا معاصرا، ألا وهو أحمد شوقي. أحمد شوقي لا نقول إنه غني عن التعريف، ولكن نقول إنه شاعر عربي ولد بمصر سنة 1868 وتوفي سنة 1932. لا نطيل كثيرا في حياته، وإنما نكتفي بذكر مراحل حياته، ألا وهي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة القصر، المرحلة الثانية هي مرحلة المنفى، والمرحلة الثالثة العودة من المنفى. من جملة ما أتى به أحمد شوقي بالنسبة للأدب، أتى بأشياء كثيرة أثرى واسترجع أو حاول أن يسترجع للأدب العربي قوته ومكانته التي كان يتصف بها في عصر ما قبل عصر الانحطاط. واليوم بعد أن رأينا شعراء آخرين مثل إيليا بماضي الذي تكلم عن الحياة وتكلم عن الطبيعة، نتناول أحمد شوقي في قصيدة له، ألا وهي الربيع. قبل أن نقرأ هذه القصيدة، نحن نعلم أن أحمد شوقي خلف آثار كثيرة، آثار شعرية في المدح والوصف، وأيضا زاد عن ذلك وخلف لنا مسرحيات. واليوم قلنا نتناول قصيدة له في وصف الربيع. يقال إن هذه القصيدة قالها بمناسبة زيارة روائي مشهور أظنه إنجليزي لمصر، وبهذه المناسبة أنشد هذه القصيدة. يقول أحمد شوقي في وصف الربيع: آذار أقبل قم بنا يا صاحي، حي الربيع حديقة الأرواح، صفو أتيح فخذ لنفسك قسطها، فالصفو ليس على المدى بمتاح، ملك النبات فكل أرض داره، تلقاه بالأعراس والأفراح، منشورة أعلامه من أحمر قان وأبيض في الربا لماح، لبست لمقدمه الخمائل وشها، ومرحن في كنف له وجناح، الورد في سرور الغصون مفتح متقابل يثني على الفتاح، هتك الردى من حسنه وبهائه، بالليل ما نسجته يد الإصباح، ينبيك مصرعه وكل زائل أن الحياة كغدوة ورواح. يقول أحمد شوقي: آذار أقبل قم بنا يا صاحي. وهنا آذار هو المعبر عن بشهر مارس، وهو بداية فصل الربيع. حي الربيع حديقة الأرواح، صفو أتيح، نقول صفو أو صفاء، صفاء الحياة،
أتيح أي منح لك وسمح لك أتيح له، نقول أتيح له بمعنى سمح له، فخذ لنفسك قسطها، والقسط هو الحظ، فالصف ليس على المدى بمتاح، ملك النبات فكل أرض داره، تلقاه بالأعراس والأفراح، منشورة أعلامه من أحمر قان وأبيض في الربا لماح، لبست لمقدمه الخمائل، والخمائل هنا الطبيعة وبمعنى الأشجار أيضا، وشها، والوش هو اللباس الجميل، البسي المنمش أو المزركش أو المطروس، ومرحنا في كنف له وجناحي، أي تحت ظلي هذا الجمال والوه والربيع. الورد في سرور الغصون مفتح، والسرور جمع سرير، متقابل يثني على الفتاح، وهنا الفتاح كناية عن الله سبحانه وتعالى. هتك الردى، والردى هو الموت، وهتك بمعنى مزق وقتل، هذا من حسنه وبهائه بالليل ما نسجته يد الإصباح، ينبيك مصرعه أي مقتله، وكل زائل أن الحياة كغدوة ورواح، والغدوة هي الذهاب في الصباح، والرواح هو الذهاب في المساء. من خلال قراءة هذه القصيدة تجلى لنا أن أحمد شوقي أراد أن يدعو الإنسان إلى التأمل أو إلى التمتع بقدوم الربيع. إذن فالفكرة التي تجلنا من خلال هذه القصيدة، الفكرة العامة هي دعوة الشاعر إلى التمتع بقدوم الربيع، دعوة الشاعر إلى التمتع بقدوم الربيع، هذه هي الفكرة العامة. يقول هنا الشاعر يدعو الناس أو يدعو الإنسان أو ينبهه بأن الربيع قد أقبل، آذار، وهذا آذار هو كناية عن شهر مارس، والذي نجده أيضا عند البحتري أو عند الفارسيين بالنيروز، حينما يقول الشاعر البحتري يقول أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، وقد نبه النيروز في غسق الدجى. هنا بالنسبة لأحمد شوقي آذار هو شهر إقبال أو قدوم فصل الربيع. يا صاحي، هنا تقديره يا صاحبي، وهو منادى مرخم، حي الربيع حديقة الأرواح، حي أنا ألقي تحيتك إلى الربيع، حديقة الأرواح، هذه الحديقة ليست هي حديقة أزهار بل هي حديقة أرواح، وكأن الشاعر من وراء هذا يشير أو يوحي إلى تجدد الطبيعة وإحيائها من جديد. ثم يقول صف أتيح فخذ لنفسك قسطها، صف أتيح لك، سمح لك بوجود هذا الربيع وقدوم هذا الربيع، سمح لك إذن بأن تحيا حياة جديدة، فخذ لنفسك قسطها وحظها وتمتع بجمال هذا الربيع. لماذا؟ لأن هذا الجمال لا يدوم ولا يبقى، ولهذا قال فالصف ليس على المدى بمتاح. وهنا الشاعر في هذا البيت أتانا بحكمة، وهذه الحكمة هي أن الإنسان على الإنسان
أن يتمتع بالحياة إذا سمحت له الظروف، وهذا التمتع يمكن في التأمل أو في تمتع بجمال الحياة وبجمال الطبيعة. هم لماذا؟ لأن كأن الشاعر يقول من وراء هذا أن الحياة ليست كلها يعني بكلها ظلام، وليست كلها، وأن الفصول وأن السنة ليست كلها شتاء، وإنما ثم شتاء وربيع ولكل فصل حقه. يقول: صف أتيح فخذ لنفسك قسطها، فالصف ليس على المدى بمتاح. ثم بعد أن دعانا الشاعر إلى أن نرحب بقدوم الربيع وبجماله ونتمتع به، يصف لنا الربيع ويقول: من هو هذا الربيع؟ ملك النبات فكل أرض داره، تلقاه بالأعراس والأفراح. هنا نرى هذه الطبيعة كيف رحبت برجوع الربيع، بعودة الربيع، وشبهه الشاعر، شبه الربيع بملك النبات. ملك النبات، هنا تشبيه. فكل أرض داره، أي كل أرض داره، يعني ليس لا يقتصر عن دار أو عن أرض دون الأخرى، فهي فكل الديار وكل الأراضي تتقبله بفرح وسرور. ثم يقول: منشورة أعلامه من أحمر قان. وهنا الأعلام كناية عن هذه الورود وهذه الأزهار الحمراء. من أحمر قان، أي قان بمعنى شديد الحمرة، وأبيض في الربا لماح. إذن نرى هذه الطبيعة متفتحة مزدهرة، والأزهار والورود منتشرة في كل مكان حتى في الربا، والربا هي الأماكن المرتفعة، جمع ربوة. لبست لمقدمه الخمائل وشها. هذه الطبيعة والأشجار والغابات وغيرها لما سمعت بقدوم الربيع لبست له أجمل لباس لاستقباله، لأنه ليس ربيع، ليس فصل، بل إنه مالك، وملك النبات، ملك الطبيعة. لبست لمقدمه الخمائل وشها، ومرحن في كنف له وجناح. يعني أصبحت هذه الطبيعة تمرح تحت ظل هذا الربيع. ثم يصف لنا الورد ويقول: الورد في سرر الغصون مفتح. يبين لنا هذا الورد كيف هو متكئ على سرور، على السرور، متفتح، متقابل، أي الورود متقابلة، وكأنها تثني وتشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى هذا الخير. ثم ينتقل الشاعر ليبين لنا بأن هذا الربيع لا يدوم، ويقول: هتك الردى من حسنه وبهائه، بالليل ما نسجته يد الإصباح. إذن هنا يبين لنا كيف أن هذه الورود وهذه الأزهار، وبالخصوص الورد، كيف تحول من هذا الجمال إلى هذا اليبس الذي تغير ما بين صبيحة أو ما بين أمسية وصبيحة، وقال: هتك الردى من حسن وبائه بالليل. فلما جاء الليل، وهو ليل الصيف أو ليل الحرارة، إذن ذبلت هذه الورود ولم تبقى على حالها. فيقول: ينبيك مصرعه، ينبيك ويخبرك مصرعه ومقتله، وكل زائل في هذه الحياة، أن الحياة كغدوة ورواح، بأن لا شيء يدوم على هذا الوجود إلى الله سبحانه وتعالى،
ولهذا يقول: ما على الإنسان إلا أن يأخذ بالحياة قسطها وأن يتمتع بهذا الربيع وبالحياة وبما فيها حتى لا يمل ولا يسأم منها، بالخصوص إذا كانت الحياة كما قال المعري كلها تعب. يا ترى بعد قراءة هذه القصيدة ماذا نلاحظ من ناحية الغرض الذي تنتمي إليه هذه القصيدة؟ نرى بأن الشاعر أو بأن هذه القصيدة تنتمي إلى غرض الوصف، فالشاعر وصف لنا الربيع وجماله. هذا الغرض هل هو جديد أم قديم؟ نعم، نحن لاحظنا كثيرا من الشعراء سواء في الجاهلية وبالخصوص في العصر العباسي تطرقوا إلى مثل هذا الوصف، وصف الطبيعة وبالخصوص وصف الربيع، ونجد هذا في العصر العباسي مثلا عند البحتري. لكن الشيء الذي إذن فهو غرض قديم، لكن الشيء الذي جدد فيه أحمد شوقي هو الصيغة، أو هذه الصيغة وهذه النغمات الموسيقية التي وردت في القصيدة والتي صاغها أحسن صياغة، حيث أخذ لنا من هذه الصور ومن هذه الصور، وقلص في بعض الأحيان بعض الصور حتى أصبحت القصيدة رغم تقليص بعض الصور جعلها قصيدة تامة منسجمة، وبالخصوص في ميدان الناحية الموسيقية. ونحن نرى كثيرا من الحروف الموسيقية، مثلا حرف القاف هنا أقبل قم بنا حديقة، هذه الحروف الموسيقية. ثم لنا كلمة الراء الربيع الرواح إلى غير ذلك. إذن الشيء الذي أتى به هو تجديد هذه العبارات، ولعل أحمد شوقي أخذ بعض العبارات لم يأخذها فقط من الأدب العربي، بل تأثر كثيرا بالأدب الأندلسي، كما أن الأدب الأندلسي تأثر بما جاوره أيضا من الأدب الأجنبي، وبخصوص شوقي هو بنفسه. لماذا؟ حين زيارته إلى أوروبا عاشر كثير من الشعراء الرومانسيين والرمزيين، ولكن هذا التأثير لا يظهر عليه كثيرا. الأسلوب قلنا الذي استعمله، ما هو الأسلوب؟ استعمل في البيت الأول والثاني الأسلوب الإنشائي، حينما قال: قم بنا يا صاحي المنادى، حي فعل أمر، صف أتيح فخذ لنفسك قسطها. هنا استعمل الأسلوب الإنشائي لينبه الناس ليقوموا ويتمتعوا بجمال الربيع. ثم في ما بقي فهو أسلوب خبري. لكن الشيء الذي نلاحظه من بعد هذا هو أن البيت الثاني هنا حينما قال: صف أتيح فخذ لنفسك قسطها، في الصف ليس على المدى بمتاح، هنا يبين لنا الشاعر أعطانا حكمة هم ليبعث الإنسان إلى أن يعتبر بالحياة وأن يعتبر بالطبيعة وأن كل شيء زائل في هذه الحياة، ولهذا يقول: أن الحياة كغدوة ورواح. لا أخفكم أن أحمد شوقي لم نقل بأنه نعم إنه مقلد من جهة، لأنه أراد أولا أن يحيي الأدب العربي، إذن فرجع إلى منابعه، ولكن جدد في صياغة هذا الشعر بعبارات وكلمات متناسقة منسجمة بعضها ببعض، وهو في ذلك أراد أن يضاهي كثيرا من الشعراء مثل البحتري مثل المتنبي إلى غيرها، وأراد أن يضاهيهم وينافسهم في شعرهم في جماله وفي بلاغته، كما حاول أن يضاهي كثيرا من شعراء آخرين حتى في عصر الانحطاط، مثلا كالبوصيري حينما في قصيدته نهج البردة، بوصيري يقول: أمن تذاكر جيران بذي سلم
مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. ويقول أحمد شوقي في قصيدته ريم على في نهج البردة، قصيدة نهج البردة: ريم على القاع بين الباني والعلمي، أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي. وهي قصيد وكثير من القصائد التي لحنتها وغنتها المرحومة أم كلثوم. إذن هذا ما نقوله اليوم عن أحمد شوقي أو عن هذه القصيدة، وله مثل قصائد كثيرة مثل هذه في وصف الربيع. الآن ما هي الخلاصة؟ يظهر لنا من خلال هذه القصيدة أن أحمد شوقي مقلد ومجدد في الأدب العربي. التجديد يظهر في اندماجه في الطبيعة وتشخيصها وإطلاقها مطلق الأحياء وتصويرها تتحرك وتبتسم وتضحك وتبكي إلى آخره. ثانيا، روعة الموسيقى في شعره، وتتمثل في هذه الروعة في تأليف الكلمات بعضها بجوار بعض من حروف. إن هذا النسج الذي نجده في كل بيت يصدر عن طبع لا عن صنعة، وعن إحساس قوية أو عن إحساس قوي بروعة النغم وسليقة لجودة الصياغة، وهي ظاهرة تتجلى في شعر كبار الشعراء القدامى. بهذه إخواني الطلبة ننهي حصة اليوم، وإلى اللقاء.